مع استمرار انهيار الاقتصاد السوري والانخفاض المتواصل في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية الأخرى، ازدادت التساؤلات حول مصير الليرة السورية والمستوى الذي ستصل إليها، لتأتي توقعات خبراء الاقتصاد صادمة. فما القصة؟ مع انخفاض الليرة السورية إلى مستويات تاريخية وقياسية جديدة أمام الدولار الأمريكي وباقي العملات الأخرى خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية، إذ تخطى سعر صرف الليرة السورية عتبة 14,000 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد ولأول مرة في تاريخها. وازدادت التكهنات والتوقعات حول مستقبل سعر صرف الليرة السورية في الفترة القريبة القادمة، لتأتي تصريحات خبير اقتصادي مقيم في دمشق صادمة للسوريين، حيث قال خلال حواره لموقع طيف بوست أن توقعات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي قريباً ربما تكون صادمة للكثير من السوريين وحتى الخبراء في مجال الاقتصاد. فكافة المعطيات والبيانات المتواجدة حالياً بخصوص الاقتصاد السوري تشير إلى أن المرحلة القادمة ستكون من أصعب المراحل اقتصادياً في سوريا، فسعر صرف الليرة السورية قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، فربما يتخطى عتبة 20,000 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد خلال الشهرين القادمين أو قبل نهاية العام الحالي على أبعد تقدير. وحول إمكانية اتخاذ الحكومة السورية إجراءات جديدة للحد من انخفاض قيمة الليرة السورية في المدى المنظور، أكد الخبير ذاته أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي إجراءات اقتصادية من الممكن اتخاذها من قبل مصرف سوريا المركزي أو حتى اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن هذا الملف. ويرى الخبير الاقتصادي أن سعر صرف الليرة السورية سيبدأ في الانخفاض بشكل دراماتيكي مع نهاية تعاملات شهر أغسطس آب الجاري وبداية شهر سبتمبر أيلول القادم. أما عن إمكانية اتخاذ قرار بتعويم سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بشكل كامل وخلال الفترة القادمة كحل من الحلول لإيقاف تدهور العملة المحلية، فأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الطرح لا يمكن تطبيقه في الحالة السورية، ويرجع ذلك لأن الوضع الاقتصادي في سوريا مختلف تماماً عن كافة الدول التي مرت بأزمات اقتصادية، حيث أن عجلة الإنتاج في سوريا متوقفة بشكل شبه كامل، كما أن الأسواق المحلية تعتمد بشكل كلي على الاستيراد من الخارج. ويرى الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي في سوريا لن يتم إنقاذه سوى بحل وحيد، وهو بافتتاح استثمارات ضخمة والبدء بمشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار.